اختي تبوس ايدك لا تبكي، يشهد ربي علي كل دمعه بتسوى الدنيا وما فيها. انت تغيرت يا ابو عامر، تغيرت، ما عاد شفت فيك هداك الرجال اللي كل اهل الحاره بتحبه وبتحلف بحياته وبتحمد باخلاقه. بس اختي كامله كان قصدها. لا تصدق كل شي بينقال، كامله ما بتكرهه العامر، ولو كانت بتكرهه كنت انا وقفت عند حدا. عامر غالي على قلبي كتير. انا بعرف انك بتحبي يا اخي. خاف الله، خاف الله. شو اختي؟ ايه انت صاير ظالم، والظلم الله ما بيحبه. انت عم تظلم نسوانك. انا يا شهيرة؟ هن شو ذنبهم؟ شو ذنبهم بشي مفروض عليهم فرض؟ هن كمان قلبهم محروق على ولد، وبدهم ولد مثل فوزية. انت انسان مؤمن يا ابو عامر، والخلفة مثل الرزق من عند رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت تغيرت كتير، وفوزية صارت كل شي بحياتك وكل شي إلها بهالبيت، حتى صارت أقدم مني. لا اختي لا، اقسم بذات الله وحياة عيونك، أنا مستعد كل يوم طلق وحدة وأتجوز غيرة، بس ما مستعد أسمع منك كلمة غضب أو حدا يجأسك. لا يا شهيرة، أنت كل شي بهالبيت. الله يصلحك ويهديك وينور قلبك. آمين يا رب. خلص أختي خلص، أنا بوعدك إنه الشي اللي صار ما عاد ينعاد، صدقيني، وبوعدك إنه كون عادل بيناتهم قد ما بقدر. الله يرضى عليك، لا تخلي زيارة مرتك كاملة تطول عند أهلها. أنت بتأمري أمر. منا لربا يا ماما، منا لربا. مع إنه الله يشهد علي يا ماما ما زعلت حدا بالبيت، وأولاً درتي فوزية. يلا ياخذها لعنده يا رب. خلصنا بقى عفاف، ما بيجوز تدعي على العالم والناس، خافي ربي، حرام. حرام؟ واللي عملته بأختي شو مو حرام؟ في لربي حاسبها يا ماما، وعملت السودة الله بيحاسبها عليها. يا مو مشان الله ما تكسري بخاطرها اكثر ماله مكسور. هاتلي حمى عليك يا كامل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اكلي يا مو ولا جوعان؟ ماني اكله ولا لقمه يا مو، كنت بتعشى انا وابن عمي لو ما صار اللي صار. يا علي انا يلا ححط لك اكل، امي معي عفا. أنا خايف تكوني ظلمتيها لكاملة. لك الله يظلمني إذا ظلمتها. والله العظيم يا ابن عمي أنا ما حكيت لك غير اللي صار. صدقني صدقني ما كان بدي إياك تقلعها، بس كان بدي إياك تفهم إنه تدير بالها على عامر. خير، اللهم اجعله خير. معقول يصدق كلامه لوردة؟ ما أقدر أتجوزه لصبري؟ بس لو أعرف ليش أخي ما بطيقه لأبو جميل، يا ترى شو صاير بيناتهم؟ بس صبري ما دخلوا، ما دخلوا.
احترامي يا فندي. اوعى تكون نايم يا ابو جواد. لا يا سيدي، ليش؟ في حدا بينام على الواقف؟ في حدا بينام على الواقف. مين سيدي؟ الحمار وراي. عرف لك سيارة جيتك باريت وجاها حارة القصب لهون، شغلة كبيرة كتير. ها هالشي مو غريب عليهم لك نايف، طول عمرهم رجال حارة القصب ولاد أصل. انت شفت لي عمك أبو مرعي كيف كان عم تطلع فيهم وقت كانوا عم يسلموا عليك وياخدوا بالخاطر؟ شفته. اسمع لك نايف، بدي اقول لك كلمتين حطهم مثل الحلقة. تعال سيارة عم بسمعك. هاي الدنيا مثل الأرض، شو بتزرع فيها بدك تحصد. ما فهمت عليك، شو بتقصد؟ اللي بدي اقول لك يا لك نايف، انه المعامله الطيبه مع الخلق ومحبه الناس اهم شيء. ما هيك اخلاق نبينا محمد؟ اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. من شان هيك لك نايف، قد ما فيك حب الناس هيك يصيروا الناس يحبوك. مزبوط كلامك، مزبوط. يا بح يا بح يا عرق التفاح، هاي معلقته وهاي شوكته وهاي كبجايته. تبللت وبعدين بعدين يا بنت الحلال، لأيمتى بدي تتنبك حاطة الحزن بالجرة؟ لأيمتى؟ ما عم بقدر يا أبو صفي، ما عم بقدر. محروق قلبي، سرقوه مني يا أبو صفي، سرقوه مني. الله يحرقني، أنت ما عم تحس فيي. أنا ما عم أحس فيك. أنا اللي كنت أكبر تاجر في سوق الصوف، كنت ألعب المصاري لعب اسمه بالأخير على بصة خضرة وريالي. يا بلد أورا ريالي، شغلة لا بفهم فيها ولا بعرف فيها، كله مش عشو. مش أمين يا صافي، مش أمين. كنت أغنى واحد بالحارة كلها، كنت واحد من كبارية الحارة. أهل الحارة كلياتهم كانوا عميلي وزن وقيمة أكثر من أبو عامر. دفعت كل شيء قبلكم، صفيت على الحديدة، عالحديدة، وانا عم ادور وادفع لكل واحد بدني على ابني. كل مشامي انشان شو بالاخير تنيني مالك عم تحس فيني يا صافي؟ بس مال الدنيا ما بيعوضني عنه. انا بعرف شو اللي صار فيك وشو دفعك وين وصلت مواصيلنا، بس والله مو بيدي يا ابن عمي، والله مو بيدي. الصبر، الصبر مفتاح الفرج يا بنت الحلال. إذا رب العالمين رايد بنا أنه نجتمع فيه، راح نجتمع فيه. الله يسمع منك يا ابن عمي، الله يسمع منك. أمي، أمي الله يرضى عليكي. ضد الأغراض حطينا لقمة ناكلة. يا بحي يا بحي يا ريت تفاح، هل علقته وهيك بجايته؟ تفضل. احترامي سيدي. أهلين سيدي، هدول خالصين تحقيق. يعطيك العافية. أنت اللي ضربت الزلمة بالسكين ولا؟ ردوا لا سيدي، مو بالقصد ضربته. مو بالقصد، لحالة السكينة طلعت من شقبانك، ضربت الزلمة ورجع العجيبة لحالة، هيك لحالة، سبحان الله. وانت ولا؟ نعم سيدي. انت اللي سرقت الغلة تبع معلمك؟ نعم سيدي، انا اللي سرقتها. ماشي، امسك سميح، هاي الورقة تبعهم بتكلف عنصرين من عنا يودون على القلعة. حاضر سيدي. وغيره؟ بس نخلص من هدول الجوز بتقول له لوفي يجهز لي دورية، بدي فتش حارة أو صخر. ماشي؟ حاضر سيدي. الله مع
شي ولا شي انت يا تضرب منك إله هيك لحالة السكاكين يا الحارة تطلع من جيبي بتأذي الناس وبترجع جيبي لحالة إن شاء الله هذول البياني يروحوا من وشي اليوم كمان رح تعرف اشتغل شغلي واطلع من هون بقى تفضل يا عم يسلم أمي شبك ليش ما عم تاكلي؟ إن شاء الله لساتك زعلانة على عيشتك مع جوزك زعلانة مو هي لك الله يصطفل فيهم بجاه واحد احد يا حق لك انت شو دخلك ان كانت زعلانه ولا لا يا مش لون شو دخلني كامله اختي وما بيهون علي زعلها ابنه وما لازم ترجعي له لو شو ما صار اوعك ترجعي له اختي ها اوعك اسمعوا على هالسمعه بدكم ترجعوها لجوزها يا مو اذا كان بدك اياها نخليها عايشه عنا ايه بدنا نرجعها لجوزها ما بيصير لك يا مو لازم نرجعها يعني اذا اجا واستسمحنا طول عمره قلب النسوان مشرشح مو قصة قلبهم مشرشح لك امي بس عيب عيب المرأة تعيش ببيت اهلها وتترك جوزها وعيب علينا ما بتقول له اياها اي والله والله انا مني ومنكم اذا بيجي على هالبيت بقلعه مثل ما قلعك اختي ليكي امي الا ما يصير بين المرأة وجوزها كان يماني او قالوا ايه واذا كل شغلة وكل ما ضرب الكوز بالجرة بدهم يتطلقوا ايه ما بتضل المرأة عايشة ببيت جوزها ادخيلك يا مو بلاها هيك عيشة راسي وليه راسي وقصي لسانك احسن ما نتفلك شعرك تنتيف ها حاضر يا مو سكرته يا مو كاملة لا تردي عليها هاي لساتها عقلة صغير صحيح لسانها طويل بس ما بتعرف تحكي كلي تبري